فيها رسائل أخرى التهديد موجه للتحالف العربي، أيضا موجه للجنوبيين والمجلس الانتقالي، وهي إشارات أيضا للرئيس هادي، للرئيس عبد الرب المنصور هادي. الرئيس هادي يتكئ على حزب الإصلاح لأنه يعتقد أنه ذات قاعدة عريضة في اليمن الشمالي، وهو يعتمد عليه في إبقائه على رأس السلطة وعلى قوى أخرى منها منظومة الفساد. هؤلاء يبتزون الرئيس هادي بالمنصب ليس من الآن، بل منذ أن وضعوه على رأس هذا المنصب حاولوا ابتزازه مرارا، والآن يبتزينه بمثل هذه التغريدات وهذه المواقف. أيضا يضغطون عليه، هادي متذبذب عندما يضغط عليه التحالف السعودي لتنفيذ اتفاق الرياض، يوافق ثم يذهب إلى العليمي وإلى اليدومي وإلى هذه الشلة وإلى أحمد العيسي وإلى أولاده، ثم يرفض، ثم يقول أنا مكتئب. وما هم يحاولون التأثير عليه بشتى الطرق. لكن الآن السؤال الآن، هل حزب الإصلاح سيتخلى عن السعودية؟ هل سيغادر الجميع من السعودية؟ معروف أن حزب الإصلاح وتنظيم الإخوان الدولي يلعب على الحبلين ويقسم الأدوار منذ بداية هذه الأزمة، بل منذ الأزل، منذ تكوين هذا.